والإخوة في رمضان تبقى مع فول عبادي استرسلات والغشي الحشة هذا نصائر من رب كل هدى ورحمة لقوم يؤمنون. لا أذكر عندي بس وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أيضا مسألة المجالس القرآنية مع الأسف ما فيها احترام للقرآن، لذلك احنا نقول إما أن تخصص مواقع خاصة للتلاوة بحيث يكون القارئ يقرأ قرآن فعلا، ومن يريد أن يصغي لتلاوة القرآن يكون موجود، ومواقع للسلام وللتحية وللسلام.